اهلا بكم من جديد وفقرتنا ريمونتادا. ما زلنا في 2020 وبعض من مارسوا كره القدم وبعض المنتمين لانديه في كره القدم شايفين ان الفلوس وحدها هي من تصنع البطولات. الفلوس وحدها. الغريب كمان ان هم مش بياخدوا بالهم ابدا ان ممكن يكون في ايديهم في وقت كبير جدا الفلوس، لكن مش قادرين يستغلوها صح. دايما بتطلع احاديث لما يتم استضافة لاعب من نادي الزمالك من الجيل ابو تريكه اللي واجه ابو تريكه ورفاقه محمد بركات، فدايما بينسى او بيدور على شماعه الفشل الاساسيه وهي وكاله الاهرام للاعلان. كان اخرهم اللاعب اللي المفروض لاعب للنادي الاهلي ثم انبي ثم الزمالك اسامه حسن، وطلع بتصريح تعالوا نشوف ونرجع نعقب مع بعض. كانت فتره صعبه اعتقد في الزمالك، يعني استقرار، مفيش استقرار اداري، مفيش ماديات، الامور مش ماشيه كويس. بص كريم، كانت فتره صعبه لان المنافس ليك كان النادي الاهلي كان واخد دعم كبير جدا من الاهرام، وانت ما كانش عندك دعم ماشي. فهو كان بيجيب لعيبه فرز اول، انت كنت بتجيب لعيبه فرز ثاني ساعتها ماشي. فالموضوع كان صعب، المنافسه كانت صعبه، وكمان لما بتخش في افريقيا بتطلع من بدري، ما يقدروش اللعيبه تقاوم افريقيا والدوري وكاس والكلام ده كله، اللعيبه كانت موجوده. كان معاكوا لعيبه ما تقدرش على الزمالك؟ وكمان المشاكل الماديه كانت كبيره جدا، كنا عندنا مشاكل ماديه رهيبه لدرجه يعني ممكن مثلا فلوس نزلت النهارده في البنك اروح ما الاقيش فلوس. في بعض اللعيبه راحت خدت فلوسها فلوس ما كملتش. والله؟ والله. فالفتره كانت صعبه، احنا ما خدنا الكاس كانت دي بالنسبه لنا الفتره دي كانت فتره صعبه علينا عشان الجماهير ما كانتش مستحمله، او الجماهير ما تعرفش اللي كان بيحصل ايه. فانت كنت بتنافس منافسه قويه جدا مع نادي كبير ومع وكاله كبيره، كان رئيس النادي الاهلي الوكاله ورئيس النادي مش بعيب فيه. هو انا قبل ما اعقب على فكره الكابتن اسامه حسن، هو بيقول انت بتنافس مع نادي وبتتنافس مع وكاله، انا وقفت عند تعليق لعيبه فرز اول وفرز ثاني وكاننا في اختيار سيراميك للبيت. الموضوع مش كده خالص. الاهم كمان يا كابتن اسامه، حابب بس احمد اقول حاجه، هو اربا بلاعب ان يقول على زمايله قصه فرز ثاني. ده انا لسه لا اتكلم في نقطه، ده الاهم كمان ان اللعيبه دي او المصطلح ده انا اتوقعه يصدر من ناس حملت بطولات في نادي الزمالك زي عبد الواحد السيد او عبد الحليم علي او حازم امام، فيقدر هو بتاريخه مع نادي الزمالك يقول ان احنا جبنا في الفتره دي لعيبه فرز اول او فرز ثاني مع تحفظنا طبعا. لكن حضرتك مش واخد بالك ان حضرتك من اللعيبه اللي جت اللي انت بتقول عليهم فرز تاني؟ اكيد ما بقولش على نفسه. طب هو مش واخد باله؟ هو في اعتقاده انه ما بقولش على نفسه، هو اللعيب الوحيد الفرز اول اللي هو كان لما قال فرز اول هو بيتكلم عن نفسه. هو ملوش ان هو يقول احنا جبنا، لان زي ما قلت الكلام ده يرجع لكابتن عبد الواحد السيد، كابتن عبد الحليم علي، كابتن حازم امام، كابتن بشير التبعي، الناس اللي هي كانت لها تاريخ وبطولات مع نادي الزمالك وجت ناس مستجده عليهم. ده موضوع بس الفرز الاول والفرز الثاني، لكن موضوع الفلوس والبطولات اعتقد عندنا ردود عليه، لان عندنا. الامر ما زال هو ان عدتم عدنا، الامر ما زال حتى الان الناس بتفكر ان الفلوس بتصنع بطوله.